نهايتنا ويوم قيامتنا يتحقق أمام العلماء على الهواء مباشرة، حيث أكل النجم العملاق الكوكب الذي يدور حوله. فهل هذه تكون نهاية الأرض؟ اكتشاف خطير توصل إليه العلماء، حيث بدا لهم في الفضاء مصير كوكب الأرض يتحقق، ولكن في كوكب آخر، حيث تعرض لأحد النجوم الآكلة للأجرام السماوية في نهاية دورة حياتها. سلوك القزم الأبيض كما أطلق عليه العلماء يطرح رؤية جديدة لسلوك بعض النجوم الآكلة للكواكب. ورصد الباحثون ما حدث بالفضاء على بعد حوالي 63 سنة ضوئية من الأرض باستخدام التلسكوب الضخم التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي ومقره تشيلي. أكد العلماء أن هذا النجم كثيف بشكل يصعب تصديقه، إذ أن به حوالي 70% من كتلة الشمس في جسم بحجم الأرض. وافترض العلماء أن مصير النجوم التي تصل كتلتها إلى 8 أضعاف كتلة الشمس بمجموعاتنا الشمسية سينتهي بأن تصبح أقزاماً بيضاء مثل هذا النجم، حيث تقوم النجوم في النهاية باستهلاك كل الهيدروجين الذي تستخدمه كوقود، ثم تتسبب الجاذبية في انهيار النجوم وتكسير طبقاتها الخارجية في مرحلة تعرف باسم العملاق الأحمر، تاركة في النهاية نواة مدمجة ألا وهي القزم الأبيض. وفي خلال هذه العملية والانهيار الغريب، أثبت العلماء أن نجوم الأقزام البيضاء تبتلع أجزاء من الكواكب والأقمار وكذلك الكويكبات، وهو ما طرح العديد من التساؤلات عن مصير ومستقبل كوكب الأرض. فهل يكون مصيرها أن تبتلعها الشمس التي ندور حولها كأكبر نجوم مجموعتنا الشمسية؟ وتمثل هذه الدراسة أهمية كبيرة للعلماء، حيث إنهم شاهدوا لأول مرة هذه العملية المعقدة، وكذلك وجدوا عناصر معدنية لشظية كوكبية أو كويكب تم ابتلاعها أو تراكمت وفقاً للمصطلحات العلمية بعد أن جرى سحبها للداخل من خلال المجال المغناطيسي للنجم، وهو ما يؤكد ابتلاع النجم لكويكب ومجموعة من الكويكبات حوله. ذكر المؤلف الرئيسي للدراسة الجديدة عالم الفلك ستيفانو باغنولو من مرصد أرماغي والقبة السماوية في شمال أيرلندا، ذكر أنهم لم يعتقدوا أن المجال المغناطيسي يمكن أن يمنع اختلاط المواد المتراكمة على سطح النجم، كما أنه لم يكن من الواضح نوع الجسم الذي خلف وراءه الشظية الكوكبية والتي تشمل الحديد والنيكل والتيتانيوم والكروم والمغنيسيوم وعناصر أخرى. المؤلف المشارك في الدراسة جاي فاريهي عالم الفلك بجامعة كوليدج لندن أكد أن هذه الوجبة الخفيفة التي ابتلعها النجم من الكويكبات والكوكب الذي يدور حوله ضخمة مثل فيسا، ثاني أكبر كويكب في نظامنا الشمسي والذي يبلغ قطره حوالي 530 كيلومترا. كل ذلك يعيدنا إلى كوكب الأرض والذي يدور حول نجم عملاق قد يتحول إلى نجم آكل للكواكب في مراحل عمره الأخيرة. فهل شاهد العلماء مصير الكوكب ويوم قيامته على الهواء؟